بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام، طابت ليلتكم وأهلا وسهلا بكم. طوقت العمليات العسكرية مدينة الحديدة من معظم الاتجاهات، وتحصنت الميليشيات الحوثية في مساكن المواطنين وأحيائهم. هذه الانتصارات وغيرها في صعدة والضالع والبيضاء وحجة حركت المياه الراكدة مؤخرا، فسارع المجتمع الدولي للحديث عن ضرورة توقف الحرب والانخراط إلى مفاوضات جديدة ومباشرة تنهي الصراع في اليمن. جاء ذلك على لسان زعماء وقادة بعض الدول المحورية كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وغيرها. ليست المشكلة هنا، فالشرعية دائما ما تؤكد حرصها على السلام واستعدادها للدخول في أي مشاورات مباشرة تنهي معاناة الشعب اليمني. لكن المشكلة الدائمة في الميليشيات التي ترفض السلام وتصر على عدم التسليم بالقرارات الدولية وإلقاء السلاح والانخراط الجاد في المفاوضات. فما طبيعة التحركات الدولية الأخيرة المتعلقة بالشأن اليمني؟ وما حقيقة تعليق القوات المشتركة لمعركة استكمال تحرير مدينة الحديدة؟ وما فرص الذهاب إلى جولة جديدة من المشاورات قبل نهاية العام الحالي كما يتم الحديث؟ طبيعة التحركات الأممية الأخيرة وحقيقة تعليق معركة الحديدة موضوع حديثنا ونقاشنا وبحثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. هذا الموضوع أناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو العميد الركن حسن الشهري، الخبير العسكري والمهتم بالشأن اليمني. سعادة العميد، أهلا وسهلا فيك. حياكم الله، أهلا وسهلا. سعيدين بك وبتكرر لقاءنا معك، خصوصا بعد فترة لا بأس بها من الانقطاع. وأنا كذلك أيضا سعيد. دعنا كالمعتاد سعادة العميد والمشاهد الكريم نتابع أولا هذا التقرير الذي أعده مشكورا زميل فؤاد فارس، من ثم نبدأ نقاشنا وبحثنا. في الشعار موت وعدا، وفي الدثار تفاهمات ومودة وولاء، هكذا تبدو علاقة الميليشيا مع من تهتف بموتهم وتعلن عداوتهم صباح مساء. فالميليشيا كلما ضاقت عليها الأرض وباتوا ضمن نطاق دائرة يغلقها الجيش لا يلبث أن يأتيهم الغوث العاجل، غوث يتعدى الدور الإيراني المفضوح إلى إنقاذ تغلفه أحيانا دعاوى العمل الإنساني والتحرك الأممي، تحرك يؤمن اليمنيون أن أنسب لحظاته على مسار الحرب تلك اللحظات التي انتهكت فيها الميليشيا كل القيم وارتكبت كل المحرمات. فالوقت الأنسب للتحركات الأممية حين حاصرت الميليشيا تعز حتى باتت أنابيب الأكسجين تنقل على ظهور الحمير في الطرق الوعرة لتدارك النفس الأخير. كان الوقت الأنسب للتحركات الدولية وفق مراقبين يوم اختطفت الميليشيا الآلاف واعتدت على أمهاتهم، يوم فخخت جثة طفل قتلته لتنسف معه أسرته المكلومة به. كانت أنسب اللحظات لحظة الرعب التي عاشها شعب بأكمله على وقع انتفاشة الميليشيا التي خلفت خلفها الدم والدمار. فالتحركات التي لا تأتي لإيقاف ميليشيا تسقط دولة عضوا في الأمم المتحدة وتنتهك كل حقوق الإنسان، تحركات تحرك في العقول ألف استفهام واستنكار. تحتاج اليمن إذن لتحركات أممية تنقذ الإنسان، وإنقاذ الإنسان وفق المنطق والقوانين يكمن في إزالة سبب الدمار والحرب. والسبب الذي لا يختلف عليه عقلان انقلاب الميليشيا على الدولة، وفي استعادة الدولة يكمن الحل الذي يتوافق عليه الجميع، حل أوشك اليمنيون أكثر من مرة أن يصلوا بسفينة الوطن إلى شاطئه، غير أن الحوثيين في كل مرة خرقوا السفينة ليغرقوا أهلها غير مدركين بغبائهم أنهم سيكونون أول الغارقين. وإذا كان موقف الحوثيين بعد تسليمهم القرار لإيران مفهوما وفق مراقبين، فإنما لا يبدو مفهوما لكثيرين. محاولة إنقاذ ميليشيا تقتل الإنسان من قبل من يرفعون راية الإنسانية، وتحويل معاناة عشرات الملايين من اليمنيين إلى مجرد ملف أو وسيلة لابتزاز سياسي على طاولة المصالح الدولية. فاليمني الإنسان يستحق من الإنسانية موقفا إنسانيا ينحاز للإنسان وينقذ الوطن من القاتل أيا كان. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأجدد ترحيبي بكم مشاهدينا وبضيفي هنا في الاستوديو اللواء الركن حسن الشهري، الخبير العسكري والمهتم بالشأن اليمني، للحديث عن طبيعة التحركات الأممية الأخيرة وحقيقة تعليق معركة الحديدة.
وجدد ترحيبي بك سعادة العميد الركن حسن الشهري. تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا أنا أحييك وأحيي فريق عملك، وأيضا سعيد بتواصلي مع مشاهدي قناة سهيل في المملكة العربية السعودية وفي اليمن العزيزة والحبيبة، اليمن السعيدة التي تتأتي إن شاء الله السعادة وبعد كل محنة منحة وهي قادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. سعادة العميد، دعنا نبدأ بهذا السؤال، هل حركت معركة الحديدة من وجهة نظرك جمود المجتمع الدولي؟ دعنا ننتقل في دائرة أوسع كثيرا ونبحث عن المبررات في العمق العالمي والإقليمي والسعودي ثم اليمني. البيئة الدولية في مستواها الاستراتيجي لا يعجبها ما تقوم فيه المملكة العربية السعودية والولوج إلى مستقبل ونقل المنطقة إلى أوروبا جديدة بعد أن عجزت أوروبا التي خرج منها التطور في العالم والتكنولوجيا، استثمر مع الأسف مقتل خاشقجي استثمارا سيئا إقليميا ودوليا، وبوابة اليمن إحدى البوابات التي استثمر فيها باتجاه المملكة العربية السعودية. المقصود هو استهداف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سيد شباب هذه الأمة، والذي يتطلع إلى عدم العودة بالمملكة العربية السعودية إلى والخروج كاملا من حقبة 79 بعد أن عشنا في المملكة العربية السعودية 4 عقود مع الأسف كانت ضبابية، لم نتقدم كثيرا في الفكر وفي الثقافة الوسطية التي بني عليها هذا الدين الإسلامي الحنيف. ثم أتت عاصفة الحزم فقامت المملكة العربية السعودية بدور لم يقم فيه إلا دولة وحيدة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ويرون أنه أي دولة من المستوى الثاني أو الثالث في الصفوف كما يرونها، ونحن نرى أنفسنا الأول ونحن الأفضل وسنبقى كذلك، لا ننتفت إلى الوراء، لا نسير خلف أحد. لكن عندما تشكل تحالف من 10 دول عربية لمنع اليمن من أن يختطف إلى الحضن الفارسي وتصون مقدرات الأمة في المملكة العربية السعودية وفي محيطها، وأيضا تحافظ على الأمن والسلم الإقليميين بما في ذلك صيانة الملاحة الدولية البحرية خلال الخليج العربي والبحر الأحمر، وبالتالي يود أن تبقى كل الدول تحت أجنحته، ما نحن نشاهد في أمريكا أنه حتى لا يرغبوا أن روسيا أو الصين أو أوروبا تخرج عن الهيمنة. الولايات المتحدة اتخذت عام 45 في منتصف القرن الماضي استراتيجية سمتها سرية فرض الهيمنة على العالم، نجحت فيها عن طريق الاقتصاد والجيش وعن طريق الإعلام وعن طريق الاستخبارات، وبالتالي المملكة العربية السعودية لن يردعها عن ما تقوم فيه أي عمل. سياستها قائمة على 4 مرتكزات، المرتكز الأول وهي سياسيا والأهم هو التأثير في البيئة الدولية والإقليمية وليس التأثر بها، وإن كانت لا تستطيع أن تعزل نفسها عن العالم فهي جزء من هذا العالم. العامل الآخر هو التكيف مع ضغوط البيئة الدولية ونحن نتكيف، وأحيانا والمرتبة الثالثة أو العنصر الثالث هو تليين المواقف، وقد يكون ما يحدث حاليا هو تكيف أو تليين المواقف، ولكن العنصر الرابع والمهم والذي يعاد للتأثير هو المواجهة، وسنواجه ولن نقبل أن يكون هناك ميليشيات إرهابية عسكرية على غرار حزب الشيطان شمال اليمن أو في شمال الشمال يسمى بأنصار الله، وليسوا أنصار الله إنما أنصار الشيطان. ونحن نلاحظ أيضا الانفراج في البيئة اليمنية حاليا بالاتجاه السلمي والآمن للمنطقة، ونلاحظ دعوات حزب الإصلاح باتجاه قطر والتي بدأ الآن يدرك أن القطر مع الأسف خانت الشعب اليمني وخانت القيادة اليمنية وخانت دول الخليج العربي، واستثمرت في خلافها مع دول الخليج في القضية اليمنية للثأر من المملكة العربية السعودية. الآن زعامة حزب الإصلاح تتجه إلى أبوظبي في موقف لا كاد أحد يصدق مثل ذلك. عندما يأتي هذا الأمر سياسيا وتتماهى الشرعية وهي من تملك القرار في هذه الحالة ليتعلق العمليات العسكرية في مدينة الحديدة بعد أن أطبقت القوات المقاومة والجيش الوطني بدعم من التحالف على المدينة من كل الجهات وتركت ثغرة للتحرك باتجاه آمن، فالشرعية تقدم العمليات الإنسانية قبل العمليات العسكرية وهي تستطيع أن تطبق على المدينة في ليلة وضحاها
ولكن الثمن سيكون غالي. وعندما يقرر فخامة الرئيس هادي وفريق عمله أنه يقتحم المدينة فهو يدرك أنه سيقدم المزيد من التضحيات ويدرك أن عليها تحمل المزيد من التبعات، وبالتالي الأمر يبدو لهين، تعلق العمليات يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع لا أعرف. الكل تفاجأ، وأنا واحد من متابعي المشهد اليمني تفاجأنا بهذا الأمر، ولكن لسنا معزولين على البيئة العالمية، ليس الضغوط إنما تكيف مع البيئة، وقد يكون مخرجاتها سلمية. نحن في المملكة العربية السعودية عندما بدأنا مع دول الخليج الشقيقة في مساعدة الشعب اليمني عندما وصلت إلى ثورة ما يعرف ثورة الخراب العربي، أنا أراها كذلك، قد لا يروق البعض الآخرين مثل هذا الاسم، ولكن الكثير لا يرى مثل هذا، نعم الكثير لا يرى مثل ذلك، نحن لا نرى ذلك، ولكن نراها في المملكة العربية السعودية، لأنه في شريعتنا ومنهجنا نحرم ذلك ولا يجوز من ذلك. الأقل نحن في فقبلوا منا. نعم أنا أدرك الشعوب قامت على كثير من الشعوب العربية، قامت على كثير منها على ثورات، ولكن في دول الخليج بالذات لا تقبل من ذلك. في المملكة العربية السعودية الشريعة لا تقبل ذلك، وحرمت من قبل هيئة كبار العلماء ومن قبل المفتي، وبالتالي هذا هو قاموسنا وليست في قاموسنا مثل هذه الأعمال ولا نؤمن فيها. ولكن هذه الثورات الربيع العربي تماهيا مع متطلباتكم، هذه الثورة عندما بدأت 2011 وكانت سببت أزمة كبيرة للشعب اليمني، بدأت المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وقادت إلى رسم ملامح للسلم في اليمن ومستقبل اليمن. أول من رحبوا بمثل هذه، لا شك بذلك، وكل الشعب اليمني بكل طوائفه، ثم أيضا قادت إلى الأهم وهو سنام العمل السياسي في اليمن، وهو مخرجات الحوار الوطني، الحوار الوطني ومخرجاته. ولكن حصل هناك انقلاب وتهدد الأمن الإقليمي وبالذات السعودي والملاحة الدولية والشعب اليمني إلى الخطر، فكانت عاصفة الحزم. عاصفة الحزم نشأت عشية 26 مارس لتحقق أهدافها. القوات العسكرية ليست إلا جزء، هناك عمليات موازية لم تستكمل 4 أسابيع عاصفة الحزم حتى أصبحت إعادة الأمل، وثم الأعمال الإنسانية من خلال مركز الملك سلمان المتفرد بأعماله في العالم، ثم أيضا إعادة الإعمار. وبالتالي عندما تنخفض وتيرة جانب من وسائلنا المستخدمة في اليمن ترتفع وسيلة أخرى، الشعب اليمني هو من يكسب. من عاش في كهوف مران أدرك الآن أنه كان مخطئا، فأتى من أتى، والمن بقي في السفينة سيخرب. وعندما يدرك من في السفينة، وهذه السفينة التي يقودها الحوثي المتربص بالدين والشعب اليمني، ليس فيها قبطان، كلهم فئران، والفئران هي أول من تهرب من السفينة. طيب سعادة العميد، سنستكمل هذا النقاش وهذا الحوار، وخصوصا ارتفاع دعوات إيقاف الحرب والتحركات الدولية لزعماء وقادة وزراء دفاع، الجميع يتحدث عن هذا الأمر، لكن على أي أساس وفي ضوء أي محددات؟ ما زالت هذه نقاط تحتاج أيضا إلى تبيين. دعني سعادة العميد، ومعي عبر الهاتف الآن الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمد أهلا وسهلا بك، عذرنا تأخرنا عليك قليلا. أهلا وسهلا، مرحبا. نحن هنا مع ضيفنا العميد الركن حسن الشهري الخبير العسكري والمهتم بالشان اليمني، يتحدث عن طبيعة التحركات الأممية الأخيرة وحقيقة تعليق معركة الحديدة. كيف رصدت وتابعت التحركات الأممية الأخيرة وارتفاع الأصوات المطالبة بإنهاء الحرب؟ يعني طبعا نحن تعودنا يعني من قبل على مثل هذه التحركات الدولية، كلما اشتدت المعركة وضاق الخناق على الحوثيين في الحديدة وفي غيرها من المحافظات التي لا يزالون يسيطرون عليها، الإشكال أن هناك نوع من الاستغلال البشع للمعاناة الإنسانية في اليمن، هناك نوع من الاستثمار في الدم اليمني من قبل الحوثيين ومن قبل أجهزة الدعاية الإيرانية، وطبعا هناك قطاع عريض في الإعلام الغربي يضخ على أن الحرب الدائرة في اليمن هي حرب بين اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات، دون أن يدركوا بأن هذه الحرب أصلا بدأت قبل أن يتدخل التحالف العربي بستة أشهر. الحرب بدأت يعني في
في دخل الحوثيون صنعاء في سبتمبر 2014، ولم يتدخل التحالف إلا في مارس 2015. وإذا ذهبنا بعيدا سنرى أن الحوثيين بدأوا الحرب على اليمنيين في 2004 قبل أن يكون هناك أي دور للتحالف العربي. لكن للأسف الشديد هناك من يريد أن يضلل على هذه الحقيقة الواضحة وينظر من زاويته على أساس أن هناك ملفا إنسانيا يتدهور، وهو بالفعل هناك ملف إنساني يتدهور، لكن الذي يرفع هذا الشعار أو هذه المعاناة ويرفعها من ناحية تحميل الحكومة والتحالف العربي مسؤولية ما يجب دون أن ينظر إلى أن هناك أطراف مختلفة في هذه الحرب، وأن الحوثيين أصلا هم سبب هذه الحرب بانقلابهم ورجوعهم عن مخرجات الحوار وعما توافق عليه اليمنيون في الحوار الوطني الذي أسس أصلا على المبادرة الخليجية. نعم. كل ذلك طبعا يتم استثماره من أجل وقف الحرب، وليس أن دعوات وقف الحرب هذه تأتي من أجل أن تنتهي الحرب وتنتهي المعاناة، ولكنها من أجل أن تؤجل الحرب إلى 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 فرصة قادمة، لأنك عندما تداوي الجرح بدواء غير ناجع فإن الجرح يمكن أن يلتئم على فساد، وبالتالي لابد له أن ينفجر مرة أخرى. هذا ما يحاوله أولئك الذين يريدون أن تنتهي هذه الحرب على أي شكل من الأشكال وبأي طريقة من الطرق لإنقاذ الحوثي فيما يبدو. إذن هكذا تفسرها بأن محاولة فقط لإنقاذ الحوثي وليست لإخراج اليمن من 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 الصراع الحالي. يا عزيزي، محافظة تعز محاصرة منذ بدء الحرب، يعني العام الرابع لم ينعقد مجلس الأمن الدولي لهذه المدينة، والحديدة انعقد مجلس الأمن الدولي على بثلاث مرات خلال 10 أيام عندما بدأت المعركة الحالية قبل شهور قبل أن توقف أو تهدأ الاشتباكات. لماذا هذا الحرص الكبير؟ هم يقولون لأن الحديدة فيها ميناء ولأنها مدينة تمثل شريان الحياة بالنسبة لليمنيين، لكن يفترض أن تكون هناك يعني دعاية إعلامية صادقة وليست دعاية من قبل الدعايات الكاذبة الحوثية، لأن الحل الوحيد للمعاناة الإنسانية في اليمن يتمثل في استبداد الميناء. إذا كنتم اليوم تقولون بأنكم تخشون على الوضع الإنساني من تحرير الحديدة، إننا نقول بأن تحرير الحديدة هو مفتاح الحل لهذا الوضع الإنساني المأزوم. لماذا؟ لأنه ستكون المدينة في يد القوات الحكومية، وبالتالي ستتدفق المعونات الإنسانية بلا عوائق، وستتدفق التجارة وطرقها أيضا بلا عوائق، والتحالف العربي الذي تقولون أنه يحاصر المدينة سوف يرفع هذا الحصار الذي إن صح فإنه سيرتفع، لكن طبعا هذه دعايات من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه، وإلا ما معنى أن يأتي وزير الخارجية البريطاني إلى الرياض ثم يذهب إلى أبو ظبي في حرص على أن تقف هذه المعركة. أشرت إلى يعني دور وزير الخارجية البريطاني، وكان ودنا أيضا أن نأخذ معك طبيعة هذا الدور، لكن على كل وحسب الوقت المتاح لديك أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، وأنقل النقطة ذاتها إلى العميد الركن حسن الشهري الخبير العسكري. الدور البريطاني والتحركات البريطانية وخصوصا الأخيرة، البعض يرى بأنها داعمة للمبعوث الأممي البريطاني الأصل ومن أجل إنجاحه ويعني إظهاره بمظهر ناجح في حل هذه الأزمة اليمنية المعقدة، والبعض يرى بأن هناك أيضا خيوط ولعبة دولية بريطانيا ذاتها منخرطة فيها، وما بين بريطانيا دولة حليفة أيضا للمملكة العربية السعودية. أنت كيف تفهم طبيعة الدور البريطاني؟ بفضل الله سبحانه وتعالى بصفتي رجل مستقل فبالتالي أستطيع أن أتحدث. بريطانيا أس المشاكل وصناعة التوترات في العالم منذ أن كانت المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، ليست المملكة العربية السعودية هي المملكة التي لا تغيب عنها الشمس. المملكة العربية السعودية لم يتعدى جندي من جنودها خطها الدولي إلا بموافقة مثل ما حصل في الكويت أو ما يحدث حاليا مع الشرعية اليمنية، وكان بالإمكان للجيش المملكة العربية السعودية أن تحتل اليمن بالكامل بعد أن سيطر الحوثيين عليها وتصبح مدنها كما الموصل وحلب ودرعا وحمص وخلافه لا قدر الله، ولكن لسنا كذلك. الشعب اليمني هو أرومتنا وامتدادنا وإخواننا. من أساء اليمن هو هذا مع الأسف
هذا السرطان الذي تغلغل كهنوتي إلى البنية اليمنية لإعادة أو تسليمها كما سلمت من قبل الخونة في العراق وفي سوريا ولبنان لطهران. أود فقط التعقيب على ما تفضل فيه الدكتور، أتوسع قليلا ثم أجيب على سؤالك. الدكتور محمد جميح، وأنا أبادل له التحية مع أنه ما حي، ودائما أذكر ودائما حاول أن تحيي الضيوف يا أستاذ محمد، قال أنسى، أنا قابلته شخصيا وذكرته، ولكن رجل أنا أحترمه وأعزه وأحترم رأيه وأفكاره، وهو أيضا إنسان مستقل ويستطيع أن يقول ما يشاء بحيث لا يتجاوز الحدود التي قد تنتقل من المسموح فيها والتي يجب أن تكون ضمن المادة الإعلامية، لا تنتقل خارج ذلك. نعم، الإعلام الغربي يصور بمساهمة من إعلام إقليمي قدر في الدوحة وفي طهران وفي مناطق أخرى أن هناك دولة غنية اسمها المملكة العربية السعودية تشن حربا على دولة فقيرة اسمها الجمهورية اليمنية. هذا مع الأسف ما رسخ في أذهان المجتمع الغربي دون وجود مشروع سعودي أو للشرعية يقابل هذا الافتراء الكاذب، بالرغم من السياسيين والدبلوماسيين ومن يتحركون يمنة وشملة يدركون ذلك. أعود فأجاوب على بريطانيا. بريطانيا 1905 رئيس وزرائها كامبل، وأنا أعتقد أنه بالعربي تامبل، هو عقد مؤتمر ظل مفتوحا لمدة عامين، خرج بمخرجاته التالية مع 8 دول أوروبية غرب أوروبا ما عدا ألمانيا، مخرجاته كالتالي: 1. تقسيم الأمة العربية وناتج عن ذلك سايكس بيكو، إيجاد إسرائيل في منطقة الأمة العربية وفي الوسط اللي يعزل الشرق عن الغرب، 3. حرمانهم من المعرفة وإعطاهم فقط الحد الأدنى كمن يفك الخط كما نعلم نحن، 4. وهي الأسوأ أيضا، تمكين الأقليات لإبقاء الصراعات والحروب في الداخل. وهذا ما يحصل، ما يحصل من التكالب للأمم المتحدة والدول الغربية ومطاياها في المنطقة كإيران وغيرها وتنظيم الحمديين في الدوحة، هو لإبقاء هذه الأقلية في اليمن لحكم اليمن والعودة به إلى ما قبل التاريخ، وهذا لا يمكن قبوله. يظل الصراع قائم بين الأقلية والأكثرية. نعم، هم مستفيدون. نعم، كنا نعتقد بريطانيا والولايات المتحدة، أنا شخصيا أصدقاء ولا يجب أن نطلق عليهم أصدقاء، قد يكونوا حلفاء، قد يكونوا شركاء، علاقات استراتيجية، شراكة استراتيجية. نحن في المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي لا تقدم المصالح على المبادئ، مبادئ المملكة العربية السعودية ثم المصالح، والمصالح في السياسة من ضمن المتغيرات، وبالتالي قد أقدم أو أخر، ولكن لا نساوم على مبادئنا وثوابتنا وأهمها عقيدتنا وأمننا، وبالتالي قد نتكيف أو نلين بعض المواقف ليوم أو يومين أو 3. أبقينا لمدة أكثر 100 يوم أثناء محادثات الكويت ودفعنا الثمن غاليا، دخل اليمن أكثر 200 صاروخ عن طريق شرق حضرموت وعن طريق البحر وعن طريق مع الأسف بعض الدول العربية اللي كنا نتوقع أنها صديقة إلى وصلت إلى اليمن واستهدفت فيها المملكة العربية السعودية. لاحظ الجواب الذي جاوب فيه الإنقلابيون استجابة فخامة الرئيس هادي لتعليق العمليات لفترة محدودة، إطلاق صاروخ، ثم على تحسن العلاقات بين حزب الإصلاح ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهي شريك استراتيجي مع المملكة العربية السعودية في محاربة الكهنوت في اليمن. صاروخ سكود عابر أو كما يعرف بالستي باتجاه مأرب، وندرك أنه في مأرب تقريبا العمود الفقري للحزب الإصلاح هناك حاليا، وهي تقدم خدمات، المدينة تقدم خدمات لملايين اليمنيين، وهي العاصمة الحقيقية للشعب اليمني الغير منظورة حاليا بما تقدم من خدمات للآخرين. ومركز الملك سلمان تصل عطاياه وقدراته إلى هناك ثم توزع. هذا الجواب الكافي من الإنقلابيين الأشرار، ولكن عندما يعمل العالم حاليا فهو يعمل لإنقاذ الحوثيين من الهزيمة الحتمية في الحديدة، ولكن لن يستطيع أحد في العالم أن يمنع الحوثيين من هزيمتهم النفسية، وقد انهزموا نفسيا، هزموا نفسيا بشكل كبير خصوصا في معركة الحديدة، لا شك في ذلك، وصاعدة وغيرها. فلنتوقف الحديدة، ولكن في الاستراتيجية أمام كل خيار بدائل،
البدائل أن أقوم بخيل اليمن كلها ورجلها وقواتها باتجاه صنعاء فأقتحم صنعاء. صنعاء أهم الحديدة، وإذا سقط صنعاء سقط الصعدة ودانت الحديدة تلقائيا. لا بد أن يكون للسياسيين والمخططين الاستراتيجيين بدائل تستخدم في الوقت المناسب. توقف الحديدة نعم، بس يكون لبديل آخر مؤثر. لا بد من تحرير حجة وصعدة بالكامل من دنس الحوثيين. والمواطنون، هناك مواطنون أشراف ويتمنون وصول القوات الشرعية بالكامل. صعدة تحرر فيها 50% وحجة كذلك، لم يعد عمران إلا القليل. لا بد من استكمال العمليات. إن توقفنا فترة محدودة وأطلقنا العجلة العمليات مستقبلا فلا نتوقف مهما كانت الضغوط. واضح خلال المراحل الماضية كلما زادت الضغوط ربما الشرعية والتحالف يتم وصفتها بيمتص هذه الضغوط عن طريق الهدوء قليلا، لكن العملية تمضي وتعود. وبالأمس كنا على حدود المخا وباب المندب، واليوم نحن والشرعية تطوق مدينة الحديدة من الاتجاهات الأربعة، وصلت إلى عمق المدينة، منفذ واحد. نعم، اسمح لي أشرك معي هنا أيضا في هذا الحوار الدكتور عبد السلام وهيب، الباحث في العلاقات الدولية وأحد أبناء محافظة الحديدة. دكتور عبد السلام، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا. نتحدث اليوم عن طبيعة التحركات الأممية الأخيرة وحقيقة تعليق معركة الحديدة. هل يمكن أن نجد عندك جواب عن على الأقل ميدانيا عن تعليق معركة الحديدة؟ نعم، كما هو معروف بالنسبة لتعليق معركة الحديدة يأتي وفقا لأبعاد سياسية قبل أن تكون أبعاد إنسانية، وهو دائما ما تستخدمها الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لتبرير أعمالها القذرة في المنطقة وفي اليمن بشكل عام. فكما نلاحظ أن معركة إيقاف المعركة في الحديدة يأتي من قبل مبادرة بريطانية، وكما هو معروف اليوم أن بريطانيا هي تعتبر الصديق الرئيسي لإيران على المستوى الدولي، وحيث قامت إيران بالتفاهم مع بريطانيا لإيقاف هذه المعركة لكي تستفيد من إعادة تقوية أطراف الميليشيا داخل هذه المحافظة. نلاحظ أن الجيش الوطني وكذلك المقاومة وألوية الحرس والألوية التهامية والعمالقة أنهم طوقوا الحديدة من عدة جهات، فلا يوجد منفذ آخر غير الحديدة لهذه الميليشيات في المنطقة بشكل عام. فذلك جاء هذا الإيقاف لكي تستعيد الميليشيا أن تجمع قواها بشكل عام. والأوضاع الآن في مدينة الحديدة هادئة؟ ربما الأوضاع الآن متوترة بشكل عام، ولكن هناك بعض الجهات لا زالت مشتعلة، مثلا في مدينة التحيثاء في جبهة حيث. هذه المدن لا زال الميليشيا تمطرها بالهاونات والأسلحة الثقيلة وغيرها، فنلاحظ أن في كل يوم العديد من القتلى والجرحى في هذه المناطق، ناهيك عن الانتهاكات والخروقات داخل مدينة الحديدة التي أصبحت الآن محاصرة وتشهد وضعا مأساويا كبيرا. نعم، دكتور عبد السلام وهيب، الباحث في العلاقات الدولية وأحد أبناء محافظة الحديدة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. تحدث العميد، سنخرج إلى فاصل قصير، نعود نكمل حوارنا معك حول طبيعة التحركات الأممية الأخيرة وتعليق حقيقة تعليق معركة الحديدة. ابقوا معنا مشاهدين الكرام، سنعود بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير عدنا لنكمل حلقتنا وحوارنا عن طبيعه التحركات الامميه الاخيره وحقيقه تعليق معركه الحديده مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد الركن حسن الشهري، الخبير العسكري والمهتم بالشان اليمني. جدد ترحيبي بك سعاده العميد. نحن اشرنا الى بريطانيا لان بريطانيا اول المبعوث الاممي بريطاني، والتحركات الاخيره وتحركات بريطانيا تبدو كأنها داعمة له، هذا أمر. الأمر الثاني، تناقلت وسائل الإعلام المختلفة بأن بريطانيا تحدثت على أنها يمكن
إذا لم تتوقف معركة الحديدة أن تتقدم بمشروع قرار لإيقاف الحرب في القريب العاجل إلى مجلس الأمن. يعني ما مصلحة بريطانيا من كل هذا من كل محاولات إنقاذ الحوثي هذا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبالتالي في هذا الإطار يجب أن نتحدث بكل جرأة. في هذا الإطار هو إطار في إطار العداء للدين الإسلامي، هذا واحد. ثانيا، الدول العظمى عادة تحتفظ بأوراق ضغط على أصدقائها لإبقائها في حد معين، لا يقبلون أن تكون هناك دولة عظمى مثل المملكة العربية السعودية. ثلاثة، أنا أعتقد أن بريطانيا اقتصادها مهزوز بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وسفهاء الدوحة يدفعون بالمليارات سرا كما دفعوا لأردوغان 15 مليار دولار من أجل الكذب والدجل والتدليس في قضية خاشقجي، وسيعتذر أردوغان ويعترف بعد أن استلم ال 15 مليار. أنا أعتقد أنه إيران والدوحة قدمت المال، أو على الأقل الدوحة، ولبي ضغط على بريطانيا. وبريطانيا أنا أعتقد أنه أتى المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطانية وقابل سيدي خادم الحرمين الشريفين ولم يجد نتيجة، فأتى وزير الخارجية ثم ذهب أيضا قابل خادم الحرمين الشريفين، ثم ذهب أيضا للإمارات بصفة المملكة العربية السعودية والإمارات هي من تقود المشهد مع الشرعية في اليمن حاليا. وبالتالي قد يكون هناك توافقات، ولكنها كما ظهر من الشرعية تعليق للعمليات. ولكن الجميع ما إيقاف الحرب، من الذي يرفض إيقاف الحرب؟ بشروط، وفق القرارات الدولية يعني. إذا التزم الانقلابيون بمرتكزات السلام في اليمن، البادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 22/16 بكامل فقراته، فحيها لا. إن لم يلتزموا نعم قد نتكيف مع البيئة الدولية، ولكن يجب أن نطلق العجلة مباشرة. مجرد يعني أن يخترق الحوثيون الهدنة يجب ألا نصغي للأمم المتحدة، ولتفعل بريطانيا ما تشاء، فلتذهب إلى مجلس الأمن، قد تجد من الصين ومن روسيا ما يقول لها اجلسي ندرك ماذا تفعلون وماذا تريدون. لأنه مع الأسف تكوين مجلس الأمن من 5 دول تسيطر على مقدرات العالم هذه بدعة كونية لا يمكن قبولها، ويجب أن يعمل العالم من أجل التخلص من هذا الداء مع الأسف الذي جثم على صدور العالم منذ عام 45 إلى الآن. لا بد أن يكون للعالم نظرة في مجلس الأمن إذا كانت الجمعية العامة المتحدة والقانون الدولي الذي صيغ في سان فرانسيسكو ومبادئ الأمم المتحدة التي قام مجلس الأمن الذي قام من أجل إدامة السلم والأمن الدوليين ثم يقوم بهذه الأفعال، فلا بارك الله في أعمالهم جميعا، ونستطيع أن نعيش في معزل عن العالم وسنعيش بأمان، لأن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وليدرك العالم جميعا، وأنا قلتها في أكثر مكان، أن الأمة العربية والإسلامية الموحدة بإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم إذا اضطرت إلى ألا تكون ضحية للمتغطرسين وأعدائها فالجهاد قائم إلى يوم القيامة، ولكن بإمرة ولي أمر مسلمين، ولن نقبل أن نذل أو نستكين. لا بد أن يكون للأمة العربية والإسلامية موقف، ويجب أن نقول لا بكل علنية وبكل صراحة، لا نقبل النظام ولا نقبل أن نؤثر في الآخرين، نحن من نصلع. إسلامنا هو دين السلم والسلام، دين الإسلام هو دين السلم والسلام، ولا نقبل أن تغطرسات الكفار على المسلمين. يكفي أن زرعوا في وسطنا هذه الغدة السرطانية المدعوة بإسرائيل، يكفي أن زرعوا في الأمة ما يعرف بالأحزاب مع الأسف التي اتخذت من الدين رداء، ويكفي أن زرعوا في أمتنا دولة مجوسية قامت لهدم الدين الإسلامي. لا نقبل، كلنا مسلمون، لا نتحزب، إذا تشيعنا أضعنا حركة الحياة، يجب أن نكون كلنا موحدين متحابين. أنا أسعدني وأثلج صدري ما قام به رئيس حزب الإصلاح أمينه والرجل الثاني فيه من زيارة لي
الإمارات العربية المتحدة وهي تعاقد تتجاوز في نظري عملية إيقاف العمليات العسكرية المؤقتة في الحديدة حاليا، لأنها تصلح الرأب صدع أو ترأب الصدع الموجود مع الأسف والذي أثاره الإعلام، ثم المواقف الكثيرة والاستطاعات قطر الدخول من خلال هذه الفجوة وتوسيعها. شكرا لدولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا لحزب الإصلاح، ويجب أن نقول الحقيقة دائما وأن نتخلى. لا يجوز أن نتخذ من الإسلام رداء أو من العلمانية رداء أو من التشيع رداء للوصول إلى أهدافنا. الله سبحانه وتعالى خلقنا وأثنى علينا قال عندما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس بوحدتنا وبتعاضدنا وبحسن أخلاقنا وتدبيرنا. فليعمل الآخر ما يعملون، ولكن فليدركون إنه في النهاية ما تريده المملكة العربية السعودية وهي تدير وتقود هذا التحالف سيتحقق، سنتكيف، سنلين، ولكن سنجابه، ويدركون أن مجابهتنا لن تتوقف ولن يزعزع إرادتنا أحد، واليمن سيعود غصبا عن بريطانيا وعن إيران وعن قطر وعن كل من يكيد الأمة العربية والإسلامية هذه المكائد. طيب سعادة العميد الركن معي عبر الهاتف أيضا الصحفي أحمد عايض رئيس تحرير موقع مارب برس. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. مرحبا. في إطار الحديث الأممي اليوم عن توقف الحرب وهكذا إطلاقات في الهواء ودعوات أيضا في الهواء وربما حتى ضغوطات تمارس بدون خارطة طريق واضحة، هناك من يرى بأن الهدف من وراء كل هذا أن تدخل اليمن في إطار المنطقة الرمادية حسب ما يوصفونها، وتبقى المساحات التي تحت يد ميليشيات الحوثي بيدها والتي بيد الشرعية بيدها، ثم تدخل ضمن المنطقة المنسية. ما تعليقك؟ هل ترى بأن هذا هدفهم يعني بشكل واضح؟ عفوا انقطع صوتك من اليوم، سألت سؤال يرى الهدف. سألتك فقط عن هل هدفهم من وراء هذه الضغوط التي تطالب بإيقاف الحرب كيفما اتفق إبقاء الوضع كما هو عليه وعدم لا سلم ولا حرب، يبقى اليمن في هذه المرحلة؟ طبعا حتى نكون على بين الانتصارات الكبيره والمتتاليه للجيش الوطني التي تم تحقيقها خلال الايام الماضيه اربكت حسابات الكثير من الاطراف الدوليه وفي مقدمه كثير سيقول الارض بهذه السرعه قبل بايام المبعوث الاممي كانت اعلن ان جوله هو اعلن تاخير جوله المباحثات الى مطلع بدايه الشهر القادم. ما الذي حدث حتى يعني يغامر يعني مسؤولون كبار من الجنسية الأمريكية يعملون في الأمم المتحدة في الوصول إلى ميناء عدن ومطالبة فورية ثم تلحق ألبانيا؟ الرؤية تقتضي على أن يبقى الوضع، اللاعبين الكبار في المنطقة ما زالوا يعطفون بالأوراق بشكل كبير. النجاحات التي حددها الجيش الوطني وخاصة سيطرة الشرعية على ميناء عدن هذا سيعمل على إرهاق كلي للميليشيات الحوثية، لأنه سيطرة الجيش الوطني على ميناء الحديدة معناه إيقاف قرابة أكثر من 90% من الأسلحة التي يهرجونها هم أو غيرهم إلى الميليشيات الحوثية، انتهاء الأسواق السوداء للمشتقات النفطية بشكل كامل، حرمان الحوثيين من المليارات التي تتركون كعائدات أو جمارك أو ضرائب أو إلى غيرها. الذين يولون اليوم تحت مسميات المجاعة أو القلق على الوضع الإنساني، كل هذه أدركنا على أنها عبارة عن يافطات قذرة يتحركون خلفها أو تحت إطارها. نحن نؤكد على أن إرهاب المجاعة في كل المناطق التي يسيطر عليها الحوثي بشكل خاص وعودة الأمن والاستقرار وعودة الحياة هي استئصال واجتثاث الانقلابيين من كل شبر في هذا الوطن.
الصحفي أحمد عايض رئيس تحرير موقع مارب بيرس كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ أحمد. أعود إلى العميد الركن حسن الشهري. الموقف الأمريكي الذي ظهر مؤخرا بأبعاد مختلفة، إما بتصريحات واضحة من قبل وزير الدفاع أو من خلال دخول حرب اليمن في الحملة الانتخابية والتنافس ما بين الجمهوريين والديمقراطيين وترامب وخصوصه، ومن يريد النكاية بإيران يتحدث عن الحرب باليمن، ومن يريد النكاية أيضا في السعودية يتحدث عن الحرب في اليمن. كيف تابعت هذا الأمر والموقف الأمريكي؟ بداية ونهاية بريطانيا أداة من أدوات أمريكا، لئلا تظهر أمريكا في المواجهة وبالذات الديمقراطيين وما يعرف بالأوغارشيين المتنفذين الماسونيين الصهاينة ومع من يندرج معهم في المنطقة، مع الأسف كتنظيم الحمدين وعصابات الطهران وكل الأحزاب الإرهابية في المنطقة هم من يدعمها إعلاميا وسياسيا وماديا إن احتاجوا. وقوف بعض الأحزاب في أمريكا، ندرك كيف كانت سياسة أمريكا أيام سيد ذكر أوباما، وندرك الآن كيف أوروبا وإن كانت الآن في نظري لا تمثل مراكز ثقل قوية، أصبحت روسيا الاتحادية الآن القطب الثاني وهي من ستوزن كفتي الميزان، والصين قادمة وبالتالي البيئة ستتغير. الولايات المتحدة وإن سمعنا أنا قبل ما أدخل الاستوديو أيضا تصريح مسؤول أمريكي وزير أنه سنعمق علاقاتنا الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، فما يذهبوا باتجاه وفي الاتجاه الآخر يذهبوا بالاتجاه الذي يحقق مصالحهم للمدى الطويل. أنا أعتقد أنه الغرب لا يودون أن يرى المنطقة الشرق الأوسط آمنة من أجل عيون الصهاينة في تل أبيب، مع الأسف هذه الدولة المحتلة لأراضي عربية، ومع الأسف بعض دول المنطقة فتحت صدورها وأبوابها لاستقبال رئيس الوزراء، والدوحة أصبحت مزار للسواح الإسرائيليين، والأمور لم تعد بالشكل الذي يمكن أن نضبطه ونضبط إيقاعه. والمملكة العربية السعودية، وأنا أعتقد أنه كان تصريح سمو ولي العهد في مؤتمر منتدى دافوس الاقتصادي، ويقود حرب للتنمية العصرية الإنسانية للتنمية وللسلام في منطقة الشرق الأوسط، وجعلها خلال 10 سنوات القادمة دول متطورة جدا، وستكون اليمن بحول الله إحداها، وهي حرب ووعد أن يعمل على ذلك وأن لا يردعه إلا الموت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم في حياته وأن يديم عزه وأن ينصره على من عاده، وأن يرد كيد من عاد المملكة العربية السعودية واليمن وكل الدول المحبة للسلام وكل الشعوب الإسلامية المحبة للإسلام أولا ثم للسلام ثم من تطيع ولاة أمورها فهي عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبالتالي ما أدعوه الآن الشعب اليمني العزيز المكلوم أن يجتمع خلف قيادته بكل أحزابه بكل طوائفه، وأن نتجاهل الماضي، وأطلب أيضا من فخامة الرئيس إصدار عفو عام عن الشعب اليمني كله، ثم في مرحلة ما من قام باعتداء أو عدوان يقابل عدوانه بالعدل في المحاكم. المرحلة تستوجب أن يكون اليمن على قلب رجل واحد وعلى قلب كل امرأة في اليمن، بحيث أن يكون سد منيع أمام كل الاختراقات. والحوثي مهزوم نفسيا، لم يعد بإمكانه أن يتجاوز ما هو فيه، وتداعي الأمم المتحدة والدول المؤثرة في العالم لإنقاذهم لن يستطيعوا، وأكرر ما بدأت في هذه الحلقة المباركة، لن يستطيعوا إنقاذهم من هزيمتهم النفسية. هؤلاء الفئران الذين خرجوا من الكهوف حفاة دعمهم كل أعداء السلام والطمأنينة في العالم، سيعودون إما صالحين في بلادهم أو إلى مزبلة التاريخ، والشعب اليمني لن يرحمهم. طيب أشرت إلى الدور الأممي، ودعني هنا وقد قاربنا على الختام أن نلخص
أو نتوقع طبيعة الدور الأممي خلال المرحلة القادمة؟ لأن هذه التحركات على الأقل وضعت لها سقف زمني إلى نهاية هذا العام، يبدو أننا أمام شهر ونصف حتى ينتهي هذا العام. المجتمع الدولي يضغط بقوة ضد على المملكة العربية السعودية مستخدما أساليبها النظيفة والقذرة، والهدف الرئيسي من الضغط على المملكة العربية السعودية هو الحرب التي تدور في اليمن، يريدون منها أن تتخلى عن هذه الحرب وتترك الشعب اليمني كما يقال في المنتصف، لا هو في مرحلة حرب ولا هو في مرحلة سلام. كيف تتوقع الأيام المرحلة القادمة تمضي؟ أنا أعتقد أن الأمم المتحدة ندمت بل أغاضها أنها وافقت على القرار 22-16 بلا شك، وهي لم تطبقه على الإطلاق. لو طبق وانتقلنا من الباب 41 41 إلى 42 كانت الأمم المتحدة بكل دول لا تشارك من أجل إعادة الشرعية لليمن، لأن هذا القرار هذا روح القرار بهذا الشكل. تقوم المملكة العربية السعودية مع دول تعالى في ذلك مع الشعب اليمني الشريف النبيل الذي يود أن يعيش حرا، ليس في اليمن زنبيل. من أطلق مثل هذه الأعمال هو حذاء وليس زنبيل، هو حذاء. الله أكرم الله المشاهدين، لا يوجد قنديل في اليمن. مشكلة اليمن من عقود كاملة لا يوجد فيها سياسة وطنية يتساوى فيها الجميع، هناك مع الأسف ظالم ومظلوم. الأمم المتحدة كادها وأغاضها ذلك وعملت على إيجاد ممتد من خلف هذا القرار عن طريق حقوق الإنسان، وبالتالي توسعت الفجوة واستثمرت في ذلك، ولم يكن لنا مشروع مقابل لا في اليمن ولا في التحالف نقابل فيه هذا الإعلام وهذه الهجوم على الأسف والاستثمار المقيت في ذلك. هناك أكثر، إذا لكل خيار بدائل، هناك أكثر من بدائل. لو توقف التحالف في الجواب الاستراتيجي للهم الاستراتيجي لأول لأي تحالف أو دولة، لو تخلى التحالف عن دعم الشرعية اليمنية، أترك الشعب يدافع عن نفسه. الشرعية اليمنية الآن أصبح لديها جيش يتجاوز 200,000 يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولن تستطيع دول العالم كلها منعه من أنه يقيم السلم على أراضيه، ولكن التحالف يعمل بهذا الاتجاه إنسانيا أكثر منه عسكريا. ما يقوم في اليمن ليست حربا، هي عمليات عسكرية دون مستوى الحرب، وبالتالي الشعب اليمني لن يقبل الظلم وسيحرر نفسه من الكهنوت، وحتى لو شكلت المقاومة الشعبية إلى ميليشيات يمنية شريفة وليست ميليشيات كهنوتية صفوية مجوسية إيرانية، لا يمنية، ستقوم بتحرير اليمن، وستجد من يدعمها كما الميليشيات الحوثية في اليمن تدعم من قبل قطر وإيران وحزب الشيطان وبعض الميليشيات. هذا ليس في صالح اليمن ولا في صالح ليس في صالح العالم بالكامل، هم الذين يحاولون هناك أن يذهبوا. هناك بدائل. لو توقف التحالف وصلوا إلى قناعة أنه لا العالم وصل معنا إلى طريقة ما، ونحن نقوم بعملنا بشكل جيد وآمن، لن يتوقف الشعب. سنحمي حدودنا، ومن يقترب حدودنا ليس أمامه إلا نار موصدة، وبالتالي الشعب اليمني لن يقبل بالظلم. هناك 26 مليون مقابل قد يكون مليون من يتماهى مع الحوثي سيقضى عليهم بالكامل، وبالتالي الشعب اليمني هو معني الآن. لذلك أطالب في مثل هذه المحن والتي ستخرج من أرحامها منح حائلة اليمن قريبا إن شاء الله، سواء انتهى عام 2018 أو لم ينتهي، الله سبحانه وتعالى قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الشعب اليمني قادر على أن يحرر نفسه حاليا، ولديه الموارد والقدرات والإرادة، وهذا مهم، ألا يبقي على أرض اليمن الطاهرة رجس لأثر قدم من أقدام المجوس في اليمن. العميد الركن حسن الشهري الخبير العسكري والمهتم بالشأن اليمني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك سعادة العميد. أشكرك. تسلم. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، شكرا لضيوف الذين شاركونا هذه الحلقة، الشكر موصول لكم أينما كنتم. ناقشنا طبيعة التحركات الأممية الأخيرة وحقيقة تعليق معركة الحديدة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.